اسالك وقف بسرعه. والله تقريبا 20 دقيقه. 20 دقيقه. وتوقعتك ايش قد توصل؟ والله تقريبا ساعه ونص يلا وصل للمجموع. شلون نحل الازمه؟ والله نحل الازمه بالبطاقات هو حل الوحيد، ومحاربه التهريب. اكو تهريب على يعني تروح حل دهوك على الموصل بالشوارع تشوف. والله هي ازمه يعني بشكل عام يعني هي فالرد لها يعني مسؤولين لازم يفكرون بحال المواطن. المواطن يسعى الى عمله فلازم بالمقابل بانه يشوف اكو اشياء لازم تكون سهله من ضمنها وفرة البنزين بالمحطات. هسه انت وين واقف؟ بالسرة بالكفاءات. كفاءات يعني ايش قد راح توصل؟ احتمال ساعتين. سرة واصل لهنا؟ الى القصور واصل. الى القصور. ايش قد صار لك واقف بالسرة؟ تقريبا ساعة ونص يجي. ساعة ونص؟ ايه من واقف يعني. وبتوقعاتك ايش وقت توصل؟ والله اتوقع من بعد ساعة ونص ساعتين. نعم. شلون نحل الموضوع مع أزمة البنزين؟ والله مقترح يعني البطاقة الوقودية يعني بس. البطاقة الوقودية إذا طبقوها 100% إن شاء الله خير. بنزينات كلها تنفتح ويخلونا على الأقل يكسبون أجر بينا، أهم شيء التاكسيات يسوون لها محطات بوحدة. الأزمة ما نتفك، يعني هسه تروح تقريبا أربع خمس محطات مسدودة. ليش مسدودة؟ خلي يفتحوها، شوف الأزمة ما ظل عندنا أزمة بالشارع. سبب الأزمة ماكو هسه سبب أزمة، تهريبات على يصير بيها، البنزين على يصير بيه تهريب، وهذا سببه. هسه اكو سيارات قديمة ما البالا يومية يسوي 3000 ويلات 4000 ويلات، يروح يبيع ورا السيطرة ويرجع. وبنزيخات مفتحينها على نزال بالشارع يروحون يفورون يفرخون. وين؟ بعد السيطرة مات سد الموصل. كل هذا. والبطاقة لا الحمد لله ناجحة بس لحد الآن ما طلعت. ايه سؤال أخير، 3 ملايين لترة ما تكفي الموصل؟ بلا شلون ما تكفيها؟ تكفيها. ايه وين المشكلة؟ مشكلة تهريب كلها تفور تحت فرغ تبيع. منو يحل الأزمة؟ السيد الكاظمي. مصطفى الكاظمي يحل الأزمة. لأنه هو بالعيد من جاء فضت الأزمة. كانت تفوت قبل تفول. مرة رجعت الأزمة.